مرحب بكم في هذا الصباح. طبعا احنا كلنا كنا بنتابع الاجراءات اللي كانت بتتبناها الدولة المصرية منذ بداية التعامل مع فيروس كورونا المستجد. الدولة اتخذت نظام تعامل يتوازن ما بين الحفاظ على عجلة الاقتصاد وفي نفس الوقت الحفاظ على صحة المواطن. كان العالم كله كان في حالة من الإغلاق، مصر كانت بتمشي بهذا التوازن، وأما جه التوقيت أن الإجراءات اللي اتبنتها مصر، الإجراءات الصحية القوية اللي اتبنتها مصر، في مع مرور 3 أشهر من الفيروس ابتدى حالة من الانفتاح على مستوى العالم، وبالتأكيد مصر من ضمن العالم. ابتدت حركة السياحة تفتح في مصر. مصر برضو أما ابتدت تفتح التعامل مع حركة السياحة ما فتحتش كل المقاصد السياحية، ابتدينا نتعامل بخطوات ثابتة، خطوات تدريجية متصاعدة، ونشوف ندرس كل خطوة بنمشي فيها ازاي. شفنا الفتح المعالم السياحية للسياحة الخارجية في محافظتين هامتين، مرسى علم شرم الشيخ محافظة البحر الأحمر، وأيضا من الجهة الأخرى مرسى علم وما إلى ذلك. دوت تشجع الأفواج السياحية اللي ابتدت تيجي على مصر، ابتدت تشجع وبتطالب مقاصد سياحة أخرى زي الأقصر وأسوان، بيطالبوا بفتح باب السياحة الخارجية للأقصر وأسوان، وقالوا أن الحمد لله عدد الإصابات في المدينتين الأقصر وأسوان ابتدى يقل تدريجيا زي عدد الإصابات اللي بتقل تدريجيا في مختلف القطر المصري. طيب خلينا نشوف هالخطوة ديت أهميتها إيه بالنسبة للأقصر وأسوان، خصوصا إن إحنا بنتكلم على الموسم السياحة في مصر، الموسم الشتوي اللي بيبتدي التحضير ليه من هذا التوقيت. أهمية فتح هذه الخطوة، تقييم لعجلة السياحة الحاصلة في محافظات البحر الأحمر وفي مرسى علم مع الأستاذ هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة. أهلا بحضرتك أستاذ هشام. أهلا معاك أستاذ هشام. حضرتك بس نتابع الأول التقرير دوت، وبعده إن شاء الله نبدأ حوارنا وكيف يمكن أن ندرس حركة السياحة وفتح مقاصد سياحية أخرى خلال الفترة القادمة بعد متابعة هذا التقرير. في إطار خطة الدولة المصرية لعودة السياحة وفقاً للمعايير الدولية، قامت الأقصر وأسوان بعمل تجربة أولى ناجحة لفتح الموسم السياحي بهما، حيث تنتظران قرار عودتهما للعمل السياحي مرة أخرى. من جانبه قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بجولة بمتحف النوبة اطمأن فيها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتفقد أعمال تطوير السوق السياحي بأسوان ومشروع الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة. هذا وتأثر قطاع السياحة في مصر بأزمة كورونا، حيث تسهم السياحة بما يتراوح بين 12-15% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد توقفت بعد غلق البلاد مطاراتها منتصف مارس الماضي لحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا. كانت السياحة المصرية قد حققت عام 2019 إيرادات بلغت 12 مليارا و600 مليون دولار، متجاوزة بذلك الرقم القياسي الذي حققته عام 2010. وتعمل مصر على تنويع المنتج السياحي، ولم تقتصر الرحلات على المقاصد التقليدية، حيث يتم الاستغلال الأمثل من جانب المؤسسات المعنية للوصول إلى تنويع المنتج السياحي والوصول إلى المقاصد المستحدثة بالنسبة للسائح الأجنبي. وهناك اهتمام كبير من الحكومة المصرية بجذب السياحة الوافدة من مختلف دول العالم من خلال إطلاق حملات إعلانية مكثفة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر، وكذلك تنويع المنتج السياحي. مرحبا بكم مره تانية، بعيد الترحيب بضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ هشام ادريس، عضو غرفه شركات السياحه. اهلا بحضرتك استاذ هشام. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه عايزين السؤال اللي بيدور في ذهن الناس، يعني في مقاصد سياحيه بيتم غلقها، وفي مقاصد سياحيه على مستوى العالم بتعيد اجراءاتها الاحترازيه مره تانية وبتفتح من جديد. يعني
احنا واقفين فين بين مختلف دول العالم ديت؟ طبعا بالنسبة لجائحة كورونا أثرت طبعا بصورة كبيرة جدا فوق الوصف يعني. ففي دول بتحاول على حركة سياحة في العالمية يعني، طبعا بنتكلم على السياحة وطبعا كل دولة بتحاول تجرب أو بتراهن على نفسها وبتراهن على الإجراءات اللي بتعملها وبتراهن على المواطن. كل ما كان وعي المواطن أكتر وكل ما كان يعني بيتبع الإجراءات الاحترازية دي لأنها لسلامته ولسلامة اللي حواليه، انه في الاخر بيعتبر ان هو لو عمل اي اجراء سلبي ده ممكن ياثر على كل اللي حواليه والدوله وكل وعيلته، فلازم يكون عنده هو وعي ان مش معنى ان الدوله فتحت ان انا ابتدي اخد كل اجراءاتي عادي. طول ما مفيش مصل يبقى لازم احنا كلنا ناخد الاجراءات. دول كتيره في العالم فتحت وبتفتح بالتدريج زي ما مصر عملت نفس اجراءات التدريج. اول ما جت مصر تعمل ركزت الاول على الدول اللي هي المناطق اللي هي زي جنوب سيناء والبحر الاحمر كله والساحل الشمالي. طبعا الحمد لله الفتره اللي فاتت دي ابتدت تيجي سياحه دوليه ليها، والسياحه الدوليه دي مؤشر ان اللي جاي ان شاء الله ان يعني اللي بيجي اهم حاجه لو رجع سليم ورجع ده بيدي رساله ان مصر امنه، فطبعا دي يعتبر تجربه ناجحه. بتبتدي ملاحظه مهمه دي، والحمد لله لغايه دلوقتي ما فيش اي اصابات بين الحمد لله السياحه الوفاد لمصر الخارجيه. بس مش معنى ان مفيش اصابات ان احنا ما ناخدش بالنا من اجراءاتنا الاحترازيه. احنا مستمرين في اجراءات ولازم نكون مركزين فيها اكتر واكتر واكتر وننبه عليها اكتر من خلال الميديا ومن خلال الجمعيات الاهليه ومن خلال يعني كله لازم يشتغل على دي، ان احنا مش معنى ان احنا فتحنا ان احنا، لان لو لا قدر الله حاله واحده حصلت سلبيه ممكن تاثر علينا تاثير سلبي، فلازم نكون مركزين جدا. زي ما حضرتك قلت في دول كبيره في العالم بتفتح وبتقفل تاني، بتقفل ليه تاني؟ بيحصل زي برشلونة بيحصل عندها ودول معتمدة على السياحة. ده بيدي أثر سلبي جدا، لأن هو قفلت ليه؟ إن في ناس جولها من بره عندهم الفيروس أو ناس نقلوا الفيروس، فدي اضطروا ياخدوا إجراء تاني. فإحنا لازم ناخد بالنا من دي. عشان كده أنا يمكن بطالب بنقط مهمة جدا وهي عودة الزائر الخفي. يعني أنا بطالب إن وزارة السياحة وهيئة المنشآت الفندقية تعمل حاجة اسمها الزائر الخفي. الزائر الخفي ده يكون من خلال مجموعة شركات متخصصة. الزائر الخفي ده دوره ايه؟ انه بيراقب كل الاجراءات الاحترازية اللي بتتم بدون ما حد يعرفه. سائح نازل يحجز غرفة في فندقية عادي جدا موظف عامل في الاماكن السياحية دي لازم يكون عليه زائر خفي بصورة دورية. ولو حصل اي سلبية منه لازم اجراء صارم، زي ما تم من وزارة السياحة في خلال الفترة اللي فاتت دي، ان بعض الفنادق بعد ما فتحت لمجرد ان هم تهاونوا في بعض الاجراءات تم غلق الفندق بالكامل. وهو ده المطلوب، اللي يغلط لازم يتم عقاب صارم معاه، لانه هيأثر على كل اللي احنا بنعمله. وزي ما احنا في الاقصر واسوان بنطالب ان ترجع عوده السياحه، نتمنى من معالي الوزير ومعالي دوله رئيس الوزراء والقيادات ان هي تبتدي بالتدريج نفتح الاقصر واسوان. والحمد لله الاقصر واسوان في الفتره اللي فاتت دي كان في تركيز جامد جدا من الدوله على التعقيم الاماكن الاثريه، ابتدى تحفيز ان انا عملوا 50% لزياره الاماكن الاثريه، يعني كان في تحفيز من الدوله على زياره فتح الاقصر واسوان. اتمنى في الفتره دي التركيز برضو على السفارات. على السفارات؟ السفارات الأجنبية. إن أنا أبتدي أدعو كل السفارات الأجنبية، لأن كل دولة في العالم دلوقتي بتاخد الصورة بتاعتها من السفارة الخاصة بيها، فإحنا من خلال السفارات نعمل لهم زيارات للأماكن دي، يشوفوا بنفسهم كل الإجراءات، السفرة والقناصل بالذات، لو إحنا ركزنا عليهم في الفترة دي، إن إحنا وبالذات الأسواق المستهدفة. هو هينقل صورة لبلده، ده أهم نقطة عندنا في الفترة دي، لأن هو ده اللي هينقل الصورة الأولى للإجراءات اللي بيشوفها بنفسه. أنت عارف هو السفير ده يعتبر رئيس الدولة، موجود في دولته بيمثل دولته، فلو هو نقل الصورة واضحة بيبتدي من خلال ده نبتدي نركز عليه أكتر، ده مهم جدا. طيب خلينا نروح بقى للموضوع الأساسي. ما في 13 فندق في الأقصر وأسوان حصلوا على شهادة السلامة الصحية. طيب هل حضرتك شايف ان احنا دلوقتي يعني الخطوه التاليه هو فتح المقاصد السياحيه للسياحه الخارجيه في الاقصر واسوان؟ هي الاقصر واسوان برضو الميزه فيها ان الجو يعني مناسب، ان يعني الحمد لله يعني جو صحي زي ما جو الساحل الشمالي وجو جنوب سيناء جو صحي، لان الشمس هناك بصوره قويه، فده برضو دي ميزه لازم نستفيد منها. شايف ان الفنادق اللي تم افتتاحها اللي تم خدت الموافقات او خدت الشهادات دي خطوه مهمه جدا. الخطوه الثانيه شايف ان على يعني لازم نركز في خلال الشهرين الجايين دول ان نبتدي الفتح زي ما تم الفتح
في الساحل الشمالي وجنوب سيناء يتم الفتح تدريجي، لان انت عارف حضرتك برضو مشكله الاقصر واسوان والصعيد ان 70% من من اهالي شغالين في السياحه سواء بطريقه مباشره او غير مباشره. فبالنسبه لهم طبعا الفتره اللي فاتت دي كانت صعبه جدا جدا. صحيح. وفتره اقتصاديه كانت يعني هم قدموا طلب رسمي للسيد وزير السياحه ان هم فتح الاقصر واسوان تاني للسياحه الخارجيه أسوة بما حصل في الغردقة وأكيد طبعا الدولة حريصة جدا أنها تفتح وخايفة جدا وقلقانة أن يتم الفتح إلا بالتدريج زي ما هو تم دلوقتي، بس احنا بنطالب سرعة الفتح لأن فعلا الناس هناك محتاجة تشتغل. والموسم طبعا الشتوي المفروض هيبتدي إن شاء الله من 1/10، فاحنا المفروض والحمد لله كل الأماكن تعتبر جاهزة، الأماكن الأثرية جاهزة، الإجراءات الاحترازية الناس يعني قامت بصورة كبيرة والإصابات قلت بصورة كبيرة جدا تكاد تكون مش موجودة، وده لازم نستند عليه في الفترة اللي جاية دي، بس مع التركيز على المتابعة بالإجراءات الاحترازية في كل الاماكن. زي ما حضرتك شفت مثلا لما بتقف على الشباك هناك لازم يكون بينك وبين الشباك 4 متر بين اللي وراه، في المطاعم والاماكن اللي موجوده نسبه المطاعم 25% وان شاء الله توصل ل 50% وتوصل لاكثر، فنادق 50%. فدي كلها خطوات بالترتيب شايف ان اجراءات الدوله ماشيه فيها كويس والناس مركزه، بس احنا لازم نركز اكتر وناخد بالنا اكتر جدا الفتره اللي جايه دي. مش معنى ان الدوله سمحت بالفتح ان احنا نعتبر ان الدنيا خلاص، لازم نكون مركزين الفتره اللي جايه دي على النظافه، على نستفيد ان الدوله في الفتره اللي يعني حصلت ازمه كورونا دي كان في ميزه ان الدوله ابتدت تهتم اكتر بالاماكن اللي موجوده هناك، تمهيد الطرق اللي موجوده، عدد الاماكن الاثريه اللي ابتدى التجهيز ليها بصوره كبيره، المتاحف اللي بيتم تجهيز ليها بصوره كبيره. انا شايف ان السياحه الثقافيه جايز تكون 2021 مش هتبقى يعني، او السياحه عامه في العالم 20-25% على مستوى العالم اللي هيسافروا. انا متوقع ان 2022 هتكون طفره في السياحه وخاصه الثقافيه لما قامت به الدوله من اجراءات. طب ممتاز كويس. طب هل حضرتك شايف ان هم يعني في طلب من القائمين على السياحه في الاقصر واسوان ان هو يتم الدعوه للتركيز في على السوق الاسباني والسوق الياباني خلال الفتره اللي جايه عشان يبقى في عندنا موسم سياحي يقدر يعوض الفتره بتاعه الكساد اللي كانت حاصله واللي فرضتها على العالم كله جائحه كورونا يعني؟ فهل شايف ان ده التركيز الفتره الجايه ده تركيز جيد ان هو يتم التركيز على السوق الاسباني والسوق الياباني؟ هو طبعا التركيز على السوق الاسباني بالذات والسوق الياباني والسوق امريكا اللاتينيه دول من الدول اللي دايما مهتمه بالسياحه الثقافيه بصوره كبيره. وكان ليهم يعني الفتره اللي فاتت دي كان عدد كبير جدا من وانجلترا طبعا ودول كده، بس اسبانيا بالذات من الدول اللي كانت ليها تاثير قوي في الاقصر واسوان وبيحبوا الاقصر واسوان والسياحه الثقافيه بصوره كبيره. فاحنا التركيز على اسواق بعينها ده كويس، وفتح اسواق جديده ده برضو صورة شايف ان هي كويسة. مجرد ان هيجي لك سايح في الفترة دي هي رسالة لبقيت السياحة العالمية، انت عارف حضرتك برضو السياحة ما قبل كورونا تختلف عما بعد كورونا. السياحة ما بعد كورونا السائح يعني بيفكر في السيفتي بصورة كبيرة جدا، سواء السلامة الصحية، بيفكر لو سافر بلد ولا قدر الله حصل له حاجة هيتم فيها ايه. فاحنا لازم برضو نعمل حاجتين نركز عليهم، نركز على ان السائح يتم الابليكيشن اللي هو بيتابع السائح بيتحرك فين، عشان لو لا قدر الله ممكن يجي لك سائح اوريدي هو متصاب فما يجيش يقول ان انت اتصبت عندك، يبقى انا هعرف ده منين؟ ان انا اهم حاجه مفيش سايح يجي مصر الا لما يكون عامل بي سي ار بتاعه قبلها ب 72 ساعه ما يتعدهوش. الاستاف لازم التركيز برضو على الاستاف بصوره جدا في الاجراءات بتاعتهم الاحترازيه، ان حتى الاستاف زي ما في الغردقه وشرم الشيخ ما بيغادرش 40 يوم، يعني بيبقى موجود متواجد في المكان بتاعه عشان بيتابعوه، مش بيسافر وبيرجع براحته. فدي اجراءات مهمه جدا لازم يكون التركيز عليها، وبنركز عليها حتى في الفتره اللي جايه دي. لو استخدمنا زي ما قلنا السفرة والقناصل، استخدمنا الناس اللي جم من خلال الساحل الشمالي والتجربه انها نجحت، استخدام ان السياحه الداخليه تمت بصوره كبيره، يعني دي كلها عوامل شايف ان دي ممكن نستند عليها في الفتره اللي جايه دي بصوره كبيره، ان دايما مركزين ازاي بيتم عملية التعقيم والإجراءات الاحترازية في المطاعم، المتابعة والرقابة. فأنا بطالب أهم حاجة الرقابة، عودة الزائر الخفي ده مهم جدا، التركيز جد مهم جدا إن ما يحصلناش أي خطأ في الإجراءات من أي حد، فلازم يكون في توعية بصورة كاملة وصورة مستمرة، فده شايف إنه مهم جدا في الفترة اللي جاية دي. يعني اعتقد ان البطل في الفتره اللي احنا فيها ديت هي الاجراءات الاحترازيه، وبعد كده يليها المقاصد السياحيه. بالظبط. يعني ده اللي بيدي الاطمئنان للسياح.
ويمكن وزارة السياحة عملت أفلام ترويجية وفيلم ترويجي عن الإجراءات الاحترازية وكيف يتم تعقيم الفنادق، كيف يتم تعقيم الغرف، وده أعتقد أنه إدى مدلول كويس لدى السياح وخلى إن شاء الله الحمد لله أن في حركة من السياحة الخارجية جاية على المقاصد اللي احنا ابتدينا نفتحها الثلاث أماكن المحافظتين اللي احنا فتحناهم دول. ده مهم جدا البرامج اللي هي الترويجية اللي بتتم، يعني حتى لو بصيت حضرتك شفت الدول المنافسة كلها ابتدت تعمل أفلام ترويجية، كل الأفلام الترويجية مكتوب سيفتي، بتتكلم على السلامة بس، اللي هو ده البطل السنه دي، وبتصور الاماكن اللي موجوده وازاي بيتم التعقيم فيها، زي ما مصر عملت، وزاره السياحه وهيئه التنشيط عملوا فيلم ترويجي، كذا فيلم ترويجي، كلهم مركزين بالتنسيق مع وزاره الصحه على اجراءات السلامه، اجراءات التباعد، ازاي المطارات بتاعتنا تم فيها التعقيم والتباعد، ايه الاجراءات اللي بتقوم فيها الفنادق، ازاي بيتم الغرفه اللي بتخرج منها بتقعد 48 ساعه ما تسكنش، ازاي بيستخدموا كلها استعمال احادي لأي معدات بتستخدمها في داخل الفندق، ازاي التعقيم والفتره بتاعته، يعني انت بتخش الباب الفندق بتفضل حوالي مثلا 10 ثواني جوه التعقيم عشان بيعقم، الشنطه بتاعتك بتعقم ازاي، كل الاجراءات دي اللي بتتم والدوله مركزين عليها، سواء عشان كده الدوله ما سمحتش لاي فندق يفتح الا ما يعمل اجراءاته كامله، واجراءاته دي بيتبع عليها، واللي بيخطئ بيتم محاسبته بصوره كبيره. المطاعم ابتدت تفتح برضو بالتدريج 25%، ابتدى يفتحوا 25 بعد كده 50%، فهي دي يعني احنا كل اللي بنطالب بيه هو التدريج، ومع التدريج ده احنا بنستفيد منه اللي بنستخدمه في الترويج. كل خطوه بتتم انت بتستخدمها في الترويج للفتره اللي جايه. الترويج هيختلف في الفتره اللي جايه، هل هنروج ازاي؟ ايه الدول اللي احنا هنكون مقاصد بتاعتها؟ هل التسويق هيكون زي زمان؟ ولا كل ديستنيشن ليها تسويق لوحدها؟ وكل مقصد سياحي احنا محتاجينه بنسوق له بالطريقه اللي تناسبه. طب احنا محتاجين نسوق الاقصر واسوان الفتره الجايه ازاي؟ الاقصر واسوان بنركز على طبعا مجموعه الاكتشافات اللي تمت في خلال الفتره اللي فاتت دي، شايف ان هي اكتشافات عظيمه جدا، شايف ان احنا الدوله اهتمت بصوره كبيره جدا بالسياحه الثقافيه، بالاماكن السياحيه، وازاي الاهتمام بيها ورفع كفاءتها بصوره عاليه جدا، اجراءات الدوله نفسها من حيث الاجراءات الاحترازيه اللي تمت ومتابعتها، التنسيق بين وزاره السياحه وبين وزاره الصحه بصوره دايمه، يعني وكل يومين بنشوف فنادق بتفتح جديده وبتعمل اجراءات ليها بصوره، المتابعه والرقابه شايف ان دي صوره برضو مهمه جدا في الفتره اللي فاتت واللي جايه. احنا بقى الترويج لكل ده هيتم عن طريق ان احنا زي ما قلنا السفراء والجهات الاجنبيه، الميديا بصوره كبيره جدا بتركز ايه السيفتي الاجراءات اللي احنا عملناها، ان يعمل مسحات، اي حد يجي مصر لازم يكون مركزين جامد جدا، لازم يكون عامل PCR، اللي مش هيجي من بلده وعامل PCR ما يدخلش، لان الدول دلوقتي حتى الدول المنافسه ابتدت تعمل كده، وحتى بيكون عامل PCR وبيجي يعملوا PCR تاني هناك، يعني في دول دلوقتي فتحت منافسه يعني قريبه مننا الاسبوع اللي فات ده، اللي عامل PCR وراح عملوا PCR تاني، والPCR ده والتزموه ببرنامج معين يشوفوا تحركاته داخل البلد ايه، وتحركاته دي عشان يعرفوا لو اتصاب في وقت يقدروا يتابعوا ويشوفوا الحالات المخالطه تمت فين، يبقى انا لازم اكون متابع ده بصوره دقيقه جدا. لما جم عملوا PCR خلوه قاعد في بيته 24 ساعه في الفندق اللي هو فيه، بعد 24 ساعه سمحوا له يتحرك لو طلعت النتيجه سلبيه، لو ان هو عامل في مصر قبل ما يروح برضه عملوا له تاني، يبقى ده معناه ان هم مش معنى ان هم فاتحين، ده مركزين ومتابعين كل حركة سايح بدرجة في الشارع. في دول على فكرة فاتحة ما فيش حد يقدر يمشي في البلد بدون كمامة، ما يقدرش يقعد في مطعم بدون لابس كمامة، بيقلع بس ساعة الأكل، لو دخلت الرقابة عليه لقيته جوه المطعم وقاعد مش لابس الكمامة ممكن يعملوا عقاب للمطعم. يبقى يشوف إن مش معنى ان هم فتحوا ان هم سايبين الدنيا، لا، ده تركيز على ما بعد الفتح اهم ما قبل الفتح. كل الاجراءات ديت مش هتبقى يعني تزهق السائح زي ما بيقولوا، يعني تزهق السائح ولا تحافظ على البلد وتحافظ، لان واحد لما عادوا في الاوتيل 24 ساعه وكل دوت، هل ده كل ده يعني اجراءات ممكن ان هي تكون مش عامل جذب، عامل تنفير للسائح؟ لو ما كانش حصل الجائحه ما كانش حد في العالم عمل كده. الجائحه هي اللي خلتنا نوصل لده، الجائحه هي اللي دمرت الاقتصاد العالمي، الجائحه هي اللي دمرت السياحه العالميه، الجائحه هي اللي خلت اكتر من مليار ونص سافروا السنه اللي فاتت مش قادرين يتحركوا، السنه دي مش هيتحرك منهم اكتر من نص مليون ولا من نص مليار ولا هيتحرك، هيتحرك ليه؟ الاقتصادية نفس الناس تاثرت بصوره كبيره جدا، احنا دخلنا في جائحه ما مرتش في تاريخ لا البشريه ولا شفناها احنا كجيل موجود دلوقتي، يبقى الوضع اكبر مننا، يبقى احنا مش مع، يبقى احنا لازم نكون عارفين ان الموضوع ده مش خطر،
الموضوع ده خطر على سلامتك. انت ممكن تكون حامل المرض ومش مش مش يعني ما عندكش الاعراض بس تاثر على حد عندك في البيت، يبقى انت لازم تخاف على عيلتك، لازم تخاف على اهلك، تخاف على بلدك. الموضوع مش سهل يعني، الناس لازم تعرف الموضوع. طول ما مفيش مصل حصل لازم نكون عندنا كلنا حريصين اجراءات تباعد. مش الناس، في بعض الناس مش فاهمة ان الموضوع لحد اللحظة اللي احنا فيه ده مميت، مميت يعني لازم ناخد بالنا. صح. بنشتغل في السياحة وبنشتغل في منتج بيهمنا جدا. الغلطة زي ما بيقولوا هتبقى تكلفتها عالية جدا، مش عايزين نغلط، واللي هيغلط معانا مش بلد ما تسيبوش. اي مطعم، اي فندق، اي حد ما يعملش اجراءات الاحترازية بتاعته يتم التصرف معاه بقمة الصرامة. زي ما انت شفت قلت دولة بعد ما فتحت قفلت تاني، برشلونة بعد ما فتحت قفلت تاني. القفل ده هيكلف الدولة قد ايه؟ يا ريتها تقول لك يا ريتني ما فتحتش قبل ما اقفل تاني. يبقى احنا ليه نحط نفسنا في كده؟ يبقى مع ان احنا ممكن يبقى في استفادة من الحاجة من الدول اللي بتقفل ديت، يعني تخليك انت تتوجه الاعداد اللي هي بتروح زي برشلونة او الاماكن ديت، ممكن يكون لنا نصيب من السياحه اللي رايحه كانت رايحه هناك. بص طبعا كل احنا ان شاء الله ما بعد كورونا انا شايف ان احنا هيبقى لنا نصيب الاسد بالنسبه للسياحه بصوره كبيره جدا، ما كناش وصلنا لها يعني. حتى لو كنا 2010 وصلنا لحوالي 15 مليون سائح، 2019 كنا قربنا لل 13 مليون سائح، فكنا طالعين بصوره كبيره جدا. انا شايف ان بعد الازمه دي مصر بالطريقه اللي هي ماشيه بيها او بالوضع اللي احنا ماشيين بيه، بحجم الانشاءات اللي بتتم في البلد، بحجم التطوير اللي بيحصل في السياحه، بالتركيز على مسار العائله المقدسه، مسار التركيز على رحله مسار اهل البيت، بالتركيز على الاماكن الاستشفائيه اللي موجوده عندنا، التركيز على الواحات واللي فيها مياه كبريتيه، التركيز على الرمله الروبوت الرمله السوداء اللي بتعالج الروبوتايد، كلها حاجات الكهوف الملح اللي موجوده عندنا بدرجه يعني بدرجه نقاء مش موجوده في دول كتيره في العالم. ده في اماكن في شواطئ في مصر الملح اللي موجود فيه مش موجود في مكان في العالم، نسبه التلوث فيه تكاد تكون معدومه يعني. فدي احنا لازم نركز عليها بصوره عاليه جدا. في اماكن في الساحل الشمالي بعينها لو رحت للبي بتاعها او الخليج بتاعها نسبه الملوحه اللي موجوده فيها بدرجات معينه يعني مش عايز اقول لك ان بتستخدم في 100 مليون حاجه، وخاصه الحاجات الصحيه دي عندنا طبيعيه. عندنا اماكن في لما تيجي تروح عين الحمره اللي موجوده مثلا في وادي النترون وهي من احد نقط مسار العائله المقدسه، كل الاماكن دي لازم نكون مركزين عليها في الفتره اللي جايه ونستخدمها في الترويج بتاعنا. عندنا منتج لا يملكه حد في العالم، منتج اثري وخاصه السياحه الثقافيه، غير مش موجود في مكان في العالم. ازاي نستفيد منه في الفتره اللي جايه دي؟ ازاي نعمل براندنج لكل ديستنيشن موجوده عندنا في مصر؟ ازاي نسوق لكل سوق بالحته اللي هو عاوزها؟ يعني التسويق هيختلف. ازاي نركز في المنطقه زي الاقصر واسوان مؤتمرات، بس اهم حاجه التركيز على الاجراءات الاحترازيه. تمام، بنادي بيها. ده هو بيقول لحضرتك هو ده البطل الفتره الجايه. طب اخر سؤال، هل حضرتك شايف ان الاعداد اللي نقدر نتنبا بحركه السياحه خلال الفتره اللي جايه حتى لغايه شهر اكتوبر او شهر نوفمبر اللي جاي، ولا ممكن السوق يحصل فيها هزات؟ طبعا متوقع هزات، متوقع هزات. دي الهزات دي نتيجه انت اللي بتعمله في نفسك. لو انت مشيت باجراءاتك مظبوطه هزاتك هتبقى ضعيفه، لكن لو احنا فتحنا بدون وعي وفتحنا وافتكرنا ان الدنيا خلاص فتحت ونبتدي بقى نتعامل بينا وبين بعض حتى. صحيح. واحنا قاعدين في المطاعم بتاعتنا واحنا قاعدين بينا بعيلتنا، لازم ناخد بالنا مهم جدا اللي احنا بنعمله في الفتره دي في اللي جاي، ولازم نكون مركزين. اي سايح يجي لازم يتعمل له PCR، اي سايح بطالب ان مفيش حاجه اسمها سايح يجي من غير ما يتعمل له قبلها ب 72 ساعه، ولو مش عامله يرجع. صحيح. او يتعمل له الحجر بتاعه، يقعد في الحجر، يعني اجراء صارم مع كل الفتره اللي جايه دي. صحيح. الاستاذ هشام ادريس عضو غرفه شركات السياحه، شكرا جزيلا لك يا استاذ هشام. شكرا لك. الله يخليك. طيب دلوقتي هيكون معاكم موجز لاهم الاخبار الاقتصاديه، وبعده ان شاء الله حوار اخر مع زميلي محمد شعبان. ابقوا معنا.